اوكي، اليوم ان شاء الله تعالى راح نستكمل مع بعض موضوع المساحات بالذات للاشكال غير المنتظمه، وراح نبلش في حساب الحجم. في الحصه السابقه اخذنا ثلاث طرق لحساب مساحات الاشكال المنتظمه. الطريقه الاولى اللي هي give and take، اعطي اخذ. الطريقه الثانيه اللي هي method of counting squares اللي هي برضو سميناها graphical method. الطريقة الثالثة اللي هي trapezoidal rule، قلنا انه نعمل مضلع داخل الشكل، قد يكون مثلث، قد يكون شكل رباعي، خماسي، حسب شكل القطعة الموجودة عندك. في هاي القطعة اخذنا مثلث اذا بتتذكروا في الحصة السابقة، وجدنا مساحة المثلث. بعدين ضل عندي شوية اطراف، شوية مساحات اللي هي المساحة هذه، المساحة هذه، والمساحة هذه. أوجدنا هذه المساحة، بس يمكن في نهاية المحاضرة السابقة حكيت إنه المرة الجاية هنتعرف على طريقة سيمبسون اللي بالعادي بتعطينا نتائج أدق بالعادي، بس مش دائما. يعني إذا كان أنا عندي أصلا هذا الشكل الخارجي هو أصلا جاي مكسر، يعني قطع مستقيمة متصلة، فأدق لي أنه أوجد المساحة باستخدام ترابيزويدال على أني أروح أفترض أنه في عندي منحنى واصل بينهم، صح ولا لا؟ يعني في هذه الحالة بأخذ الشكل كما هو، أوكي؟ ولكن في معظم الأحيان نحن بنحكي هنا عن irregular figures. irregular figures معناته في عندي خط منحني متعرج لا يتبع نظام رياضي معين، فعادة طريقة سيمبسون اللي بنشرحها هلأ بتعطي نتائج أدق. سيمبسون تيجي بتاخذ كل شريحتين متجاورتين، خذ هذول على سبيل المثال، وبتعتبر الخط الواصل بينهم ايش؟ كيرف، اللي هو من نوع بارابولا. خلينا ناخذ الشريحتين اللي اشرت عليهم قبل شوي انا، او اللي قبلهم. في عندك اتش1 اتش2 اتش3، هذول ناخذهم مع بعض. بعدين اتش3 H4 H5 شريحتين برضو متجاورات ناخذهم مع بعض، واضح؟ بعدين H5 H6 H7 ناخذهم مع بعض، وهلو مجرى. خلينا نفترض الشريحتين الأول هذا ونشوف قديش مقدار المساحة المحصورة بين الخط هذا وبين الخط المنحني المفترض حسب طريقة سيمبسون اللي هو ايش؟ بارابولا، اوكي؟ طيب المساحة تحت البارابولا شو بتساوي؟ شوفوا شو بتساوي. بتساوي مساحة ترابيزويد الكبير هذا زائد مساحة الجزء هذا، مش سيجمنت لأنه هنا بارابولا مش سيركولر، صح؟ قديش مساحة الترابيزويد الكبير هذا؟ مجموع القاعدتين على اثنين، قاعدتين اللي هما H1 و H3. إذن الاريا بتساوي H1 زائد H3 على اثنين في 2B. زائد مساحة الجزء هذا، مساحة تحت البارابولا المحاضرة قبل الماضي شو حكينا بتساوي؟ ثلثين القاعدة في الارتفاع. إذا زائد ثلثين القاعدة 2B في الارتفاع اللي هو هذا الجزء. هذا الجزء شو بيساوي يا شباب؟ بيساوي H3، يعني خلينا نقول التالي، بيساوي هذا البعد اللي هو H3 مطروح منه هذا الجزء. طب هذا الجزء شو هو؟ هذا كونه جاي في الوسط، اذا هو الافرج تبع H1 و H3، صح؟ اللي هو H1 زائد H3 على 2. اذا هذا الحكي مضروب في H2 ناقص الافرج
H1 زائد H3 على 2. لا H2 هي طلع لي H2 هي من هان لهان، اطرح منها هذا الجزء وهذا الجزء اللي هو الافرج ل H1 و H3 صح؟ فبيظل عندنا الجزء هذا اللي هو الارتفاع. إذا فكيت الأقواس هذه وجمعت التيرمز المتماثلة راح يطلع عندك العلاقة التالية ويساوي، إذا this is simple mathematics ما في داعي نضيع وقت عليه، هذا بيطلع بيساوي B على 3 ايش؟ في H1 زائد 4 H2 زائد H3 بسبب هذا الثلث سموها سيمسونز 1 ثلث. في الترابيزويد اللي كانت B على 2 في H1 plus HN plus 2 multiplied by the summation of all the interior offsets H2 up to HN minus 1. طيب هذا الشريحتين هذول اللي هنا بالتماثل مع الكلام هذا نسميها هذه A1. A2 للشريحتين اللي بعدهم شو بتساوي شباب؟ B على 3 H3 زائد 4 H4 زائد H5. كلام سليم جدا. واللي بعدهم نفس الشيء. هلا المساحة الكلية شو بتساوي؟ مجموعة. مساحة الكلية بتساوي التوتال ويساوي التوتال لهم، في عندي عامل مشترك اللي هو بي على 3. في اتش 1 كم مرة تكرر يا شباب؟ مرة واحدة. و اتش ان مرة واحدة. إذن اتش 1 زائد HN زائد، لاحظ كل الفرديات طلع H3 تكررت مرتين، H5 تتكرر مرتين، إذن كل الفرديات تكرر مرتين، إذن زائد اثنين في خلينا نقول مجموع الـ H أود فرديات، ولاحظ الزوجيات مضروبات في أربعة، إذن زائد أربعة في مجموع لاتش إيفن، وهذا بيعطينا المساحة الكلية. نيوميريكال أناليسيس سميتوها إيه؟ شو الكونديشن؟ شو الكونديشن اللي لازم تتوفر هان علشان نقدر نطبق الطريقه هذه؟ نعم عاد لا ان ان اود بس التقسيمات ايفن حسب هانا ان احنا ماخذينها للاوفسيت عدد التقسيمات لازم يكون زوجي يعني عدد الاوفسيت لازم يكون فردي لانه بزيد واحد صح؟ فهمتوا هاي ولا لا؟ اوكي طيب إذا كان أصلاً عدد التقسيمات فردي شو نعمل؟ خلاص؟ معناته بنقدرش نطبق سيمسون؟ لا بنقدر. شو بنعمل؟ بناخذ أول تقسيم أو آخر تقسيم بنحسبه لحاله هذا ترابيزويد والباقيات نحسبهم سيمسون. طيب نجمع الطرفين. أي استفسار شباب؟ أوكي. هيك بنكون انهينا الشيء الضروري اللي بلزمنا نعرفه عن حساب المساحه، يعني انا اتوقع انك تعطى اي شكل هلا مفروض انك تقدر تحسب مساحه باحد الطرق اللي تعلمناها. خلينا نشوف كيف نحسب الحجوم هلا. طيب حسبنا مساحات والحجم يساوي مساحه في الارتفاع خلينا نقول او في بعد اخر ان جنرال. اوكي؟ فنشوف كيف هلا نحسب الحجم. شو الحجم اللي بلزمنا نحسبها على ارض الواقع؟ تلي بدنا نقصها بالكامل
هيل، كل هذا بدنا نشيله. قديش الحجم؟ عندي بركة مي أو بحيرة ورا سد، هذا هو السد وهذه البحيرة، هي وين؟ هذه الكونتور لاينز للمنطقة. هلا كمان شوي رح ناخذ مثال على الكلام هذا ان شاء الله تعالى. قديش هي كمية المي اللي موجودة ورا السد؟ اوكي؟ هذه تقريبا عكسية لهذه، عندك الهلة فوق والدبرشن لتحت، منخفض بحيرة، اوكي؟ خطوط الكونتور تتزايد لفوق تتناقص لتحت، اوكي؟ ففي تماثل كبير بينهم. في أعمال الحفريات للتسوية تحت المباني، طبعا هذه بتعرفوا وين المنطقة، مش هيك؟ حامل كاميرتي وداير عمالي بصور. بدنا نبني بناية، هنا بدنا نحفر في الأول، قديش حجم الحفر اللي هان عشان نعرف قديش ميزانية المشروع، قديش بدنا نحاسب. هذه بناية بجنبها قائمة، طبعا لاحظ إنه برضه محفورة قبل ال وين كمان بيلزمني اعرف الحفريات؟ في اعمال الطرق، هذا مقطع طولي بتتذكره. في هاي المنطقه شو في عندي؟ فل، هان هان هان. قديش حجم القط والفل الناتج في اعمال الطرق؟ اوكي، تقريبا هذه يعني الامثله بتحصر الحالات اللي ممكن تواجهنا على ارض الواقع. نبدا في طرق حساب الحجوم، وأول طريقة اللي نسميها Average End Area Method AEA، وتستخدم زي ما هنشوف هلا في حالتين، في حالة الشوارع في الهايويز، وفي حالة لما يكون عندي وجود تلي أو بحيرة وبدي أحسب كمية الماء أو كمية التراب. في حالة الشارع الاتجاه افقي، في حالة البحيرة او التل الاتجاه ايش؟ عمودي، اوكي؟ بس الطريقة هي نفسها. الكروس سكشنز للشوارع بشكل عام ثلاثي، ويمكن لاحظنا من الرسم السابق كومبليتلي فيل، منطقة منخفضة بدي ارفعها فبجيب تراب وبحط في على كل السكشن. ممكن كومبليتلي كات، بدي احفر في الارض مشان انزل اوصل لمنسوب الشارع. واذا كان الوضع على جنب شارع، على جنب او على سفح، خلينا نقول تلي او جبل، شو اللي بدك تعمله؟ بدك تعمل كات من جهه، وهالترابات اللي طلعوا معك بدك تحطهم الجهه الثانيه، اوكي؟ فبصير عندك السكشن للشارع. هذه بعض أمثلة موجودة في نابلس، أنا صورتها برضو. هنا في عندي شارع اللي هو الشارع اللي بمر أمام ملعب البلدية، وهذا الشارع الرئيسي اللي بودي على طول كرم. الشارع الرئيسي اللي بودي على طول كرم أخفض جاي من الشارع اللي بمر من أمام ملعب البلدية. فهلا احنا بدنا نعمل شارع يوصل ما بينهم. فالمنطقة منخفضة، شو بدنا نعمل؟ نجيب تراب ونعمل فل، هاي الفل هيهم بحطوا فيه على اساس انهم يعملوا شارع. فهذا كومبليتلي فيل. هذا شارع تونس، وين؟ مدينة جابر للالعاب، مش عارف كيف؟ جابرلاند. جابرلاند ما رحش كثير عليها عشان هيك مش حافظ اسمها يعني. وانت نازل من جابرلاند باتجاه تقاطع وادي التفاح، بتلاحظ كيف انه الارض مرتفعة على الجنبين. فهذا كان سكشن كومبليتلي ايش؟ قط. ومعظم شوارع نابلس قد تكون الصورة مش واضحة كثير. هذه في الجبل الشمالي في الجزء الغربي، طلع لي على هذا الخط هنا، هذا عبارة عن شارع محفور من الغرب إلى الشرق. شو اللي عملوا فيه؟ أيوه، بقصوا من اليمين بحطوا على الشمال أو العكس، طبعا بقصوا من الشمال بحطوا على اليمين حسب اتجاه السير. إذا كنت ماشي هيك بقصوا من الشمال، إذا كنا جايين هيك بقصوا من اليمين، صح؟ طيب، سواء كان السكشن هيك او هيك او هيك، بدنا نحسب
كمية الحفر أو الردم. بس نأخذ ملاحظة بعين الاعتبار شباب، عادة نحسب الحفر بمعزل عن الردم. Cut and fill are calculated isolatedly، ما بنحسبهم مع بعض. افرض انه في عندنا 1000 كوب حفر و1000 كوب ردم، نقول الفوليوم تبعنا صفر؟ لا. انت عادة لما بتحاسب صاحب الجراف على ايش تحاسبه؟ على الكات. على الفيل هو لازم يعطيك رسالة شكر. ليش؟ لأنه هو بده يحفر. طب طلع معاه كميات حتى البلدوزرات تبعته تتقدم، لازم يشيل هالكميات اللي طلعت، صح؟ وين بده يروح فيها؟ إذا فيش عنده مكان يعمل فيه فيل في الموقع، بده يعبيها بتركات وديها لبعيد، صح؟ فإذا أنت زودته بمكان قريب بالعكس هذا كويس، هو لازم يشكرك عليه. فإحنا ما بنحاسبه عادة على الفيل إلا في حالات استثنائية، إحنا ما بنخوض في الموضوع هذا لأنه إحنا أنا بمحط بس حساب هجوم. هلا نحسب الكات لحال والفيل لحال لأنه إحنا بنحاسبه على الكات، أوكي؟ فبتشوف المنطقة اللي فيها كات. طبعا هلا لو جينا شفنا الرسمة هذه، احنا لما رسمنا الشكل هذا كيف رسمنا؟ كنا ناخذ ارتفاع كل مثلا 20 متر على سبيل المثال، صح؟ او حسب سبيسيفيكيشنز، وكمان كنا ناخذ ايش؟ كروس سكشنز. كل 20 متر ناخذ قراءه في السنتر لاين، هذه تستخدم في رسم البروفايل لنقدم السكشن. والكروس سكشن شو بده يعطيني؟ بده يعطيني شكل الارض على جنبي السنتر لاين، صح؟ اوكي، هذا هو شكل الارض على جنبي السنتر لاين، وهذا خط يمثل سلوب تبع الشارع في منطقه يمين الشارع وفي منطقه يسار الشارع. طبعا نحكي عن شارع هنا ايش كله، ايش كله قط. هذا راح يمر معكم في ترانسبورتيشن ليش بنعمل السلوبس هذول، اوكي؟ وفي عندك عرض الشارع ممكن يكون مثلا هنا 4 متر على اليمين 4 متر على اليسار زائد كتف للشارع، او في عندك ديتش هنا للتصريف المي وما الى ذلك، كل امور تاخذوها فيما بعد. ولكن اذا كان الكروس سكشن عندك مرسوم والسلوبس والعرض هذا، نقدر نحسب المساحه هاي، نسميها ايه هاي المساحه؟ هذا قط. بعد 20 متر في عندي سكشن مماثل برضه قط. قديش انا بدي اشيل تراب من بينهم؟ يعني لو حاولنا نصور الرسمه بنصورها كالتالي. A1 هذا السكشن هان. A2 مساحة السكشن مثلا بعد 20 متر. خلينا مع بعض نستذكر الشكل هذا. شو هذا الشكل يا شباب؟ ترابيزويد. هاي بي 1 هاي بي 2 والمسافه بينهم اتش. قديش المساحه؟ بي 1 زائد بي 2 على 2 في اتش. ملاحظين انه في شبه هنا؟ استبدلنا الابعاد هذه في ايش؟ في مساحات. فحجم التراب اللي بدي اشيله انا من هان لهان في ضمن ال 20 متر تبعتي اللي هي نقول ال تساوي A1 زائد A2 على 2 في المسافة، اوكي؟ اذا الفوليوم بيساوي A1 زائد A2 على 2 في ايش؟ A1 هي الـ end area من هاي الجهة، مساحة النهاية من الجهة هذه. A2 هي الـ end area من الجهة الثانية. لما تقول A1 زائد A2 على 2 عم تاخذ average، ومن هنا اجى اسم الطريقة average end area method. واضح؟ طيب بين A2 و A3 الفوليوم شو بيساوي؟ هذا سميه V1. هلا V2 بين A2 و A3 شو بيساوي؟ A2 plus A3 على 2 في ايش؟
فقل على فرض انه احنا مستخدمين ال 20 متر ثابتة. واللي بعدهم A3 زائد A4 على 2 فقل. طيب الفوليوم الكلي شو بيساوي؟ مجموع. الفوليوم الكلي بيساوي المجموع اللي هو يا سلام طريق ترابيزويدال، بس استبدلنا اللي هو الأوفسيت أو الارتفاعات في إيش؟ في المساحة. خرج إلا اثنين عامل مشترك في A1 زائد AN زائد اثنين في إيش؟ A2 زائد لعند AN ناقص ترابيزويدال بالضبط، بس استبدلنا بمساحات. هذه اللي بنسميها افريج اند اريا ميثود. لا، ما هو انت بتاخذ بس منطقه القط بتحسبها لحالها، منطقه الفل في لها مساحاتها المختلفه بتحسبها لحالها. وانا بجرب اني كويشن. نعم. شوف يا شباب، المنطقة اللي كلها قط نحسبها لحالها، المنطقة اللي كلها فيل نحسبها لحالها. طب إذا السكشن اللي عندي كان جزء منه قط وجزء منه فيل، شو بسوي؟ يعني أنا قاعد بحسب لسكشنز على سفح الجبل للطريق. القط اللي هان مع القط اللي بعد 20 متر بنحسبه مع بعضه، يعني نأخذ المساحة هاي A1 مع A2 اللي موجودة بعد 20 متر بنحسب الفوليوم للقط. اوكي؟ وهان بناخذ المساحة هذه مع المساحة اللي بعد 20 متر بنحسبها. اوكي؟ هذا يحسب لحاله وهذا يحسب لحاله. هذا هو جواب على سؤالك؟ اوكي. أي استفسار آخر؟ نعم. هل كان في عندنا اختلاف كثير بالتضاريس؟ يعني كل منطقة مسير ناخذ مش على سكشنز ثابتة؟ في حالة؟ كان عندنا اختلاف كثير بالتضاريس، يعني زي ما بيكون ماشي جبل مرة واحدة. كويس. في هاي الحالة تذكر لما حكينا ايش شو اللي بنعمله لما بنعمل المقطع الطولي، كنا اذا صار عندي تغير مفاجئ في توبوغرافية الارض باخذ كرات، فهذه تاخذ اللي انت بتحكي فيه بعين الاعتبار. اي استفسار اخر؟ اوكي. شو رايكم كيف سيمبسونز وان ثيرد رول عالجت مشكلة الخطوط المستقيمة؟ شو عملت؟ اجت اخذت كل شريحتين متجاورات واعتبرت الخط الواصل بينهم بارابولا. طب انتم مش ملاحظين الطريقة هاي شو بتعمل؟ الطريقة هاي بتيجي السكشن اللي هان، السكشن اللي هان بتعتبر الارض هيك ماشي، والسكشن اللي بعده الارض هيك، بتعتبر ريجولار سلوب. مزبوط. طب بلكي الارض هي هيك اصلا، فلو في عندي طريقه اللي تعتبر هذا السيرفيس بشكل منحني مش عباره عن تو سيرفيسز ريجولار سلوبس، مش ممكن الدقه تكون افضل شويه؟ لو حاولنا نطبق طريقه سيمبسونز نفس الاسلوب زي ما طبقناها على الارياز تطلع عندي الطريقه اللي بعدها اللي هي بسميها بريزمويدال فورمولا. طلع برزمويدال فورمولا شو بتعمل؟ اخذت A1 و A2 و A3 واعتبرت هذا السطح ماله كير شبيه في البارابولا، فقياسا على اللي مر معنا في المساحات قبل شوية، الفوليوم في الشريحتين هدول اللي كل واحدة منهم طولها L شو بيساوي؟ بنفس الاسلوب L على 3 في ايش؟ في A1 زائد 4 A2 زائد A3. نفس الاسلوب تماما. الشريحتين اللي بعدهم هذه V1 V2 بتساوي L على 3 A3 زائد
4 A4 زائد A5. الفوليوم الكلي شو بيساوي؟ مجموعهم L على 3 T A1 زائد AN زائد 2 مجموع المساحات اللي هي أود زائد 4 في مجموع المساحات اللي هي إيش؟ وهذا بيعطينا الفوليوم الكلي. الطريقة هذه بنسميها برزمويدال فورمولا. في شرط آخر ما حكيناهوش بخصوص سيمسونز اللي هو برضه ينطبق على برزمويدال فورمولا، إنه حتى نطبق هاي الطريقة لازم التقسيمات هاي شو تكون؟ متساوية. هل هذا الشرط قائم في حالة ترابيزويدال؟ حالة ترابيزويدال من باخذ كل شريحة لحالة، إذا الشريحة الأولى عرضها بي 1 الشريعة الثانية بي 2 الشريعة الثالثة بي 3 بحسب كل واحدة على حدة وبجمعهم ما عندي مشكلة. واضح؟ ففي الترابيزويدال ما في عندي شرط انه لازم تكون التقسيمات متساوية، ولكن في سيمبسون وبريزمويدال فورمولا لازم التقسيمات تكون مالها متساوية. دكتور مثلا هنا تفضل نستخدم ال تكون عدد مثلا يعطينا مجموع 3 يعطينا عدد صحيح. كيف؟ مثلا ال طول المقطع وتعلي صوتك وتوضحه هيك. المقطع ال هي المسافه الفاصله بين تو سكشنز متتاليات. لازم يكون يفضل انه مثلا لما نكس مع 3 يعطينا نختار ويكون يعطينا عدد صحيح عشان الحسابات. مش شرط هي الى 3 منين اجت؟ اجت من الاشتقاق نتيجه فرضيه انه سطح او السيرفيس او الخط ربولا. قديش ال يعني قصدك انها 20 متر على 3 بتعطيناش عدد صحيح؟ يعني لو طلع عندي الفوليوم بيساوي 1313.671245 ما في عندي مشكله في الموضوع هذا، مش ضروري يكون عدد صحيح. ايش استفسار ثاني شباب؟ ما ينطبق على سيمبسونز 1 ثيرد رول، ينطبق على بريزمويدال فورمولا. ناخذ واحد لحال بنحسبها بالافرج انديريا ميثود والباكات نحسبهم على البريزمويدال فورمولا. اوكي طريقتين اللي شرحناهم انطبقوا بشكل اكبر على اعمال الطرق. ولاحظ السكشنز كانوا بالشكل هذا والمسافه الفاصله بينهم شو كانت؟ افقيه. مش الافقيه هوريزونتال. طب شو رايك لو عملنا السكشنز هيك والسيبريشن عمودي كان بفرق؟ هل يوجد اي فرق؟ هانا كان سكشنز عموديه والمسافه افقيه. اعمل روتيشن 90 ديجريز للجميع بتصير عندك السكشنز هيك والسيبريشن او المسافه الفاصله اللي هي ال شو بتصير؟ فيرتيكال عمودي ما اختلفش شيء. وهذا بيساعدنا هلا في حساب الحجم لتلي او الموجود في بحيره. لما انت بتعمل سكشن وبتسحب تحسب المساحه، المساحه شو بتكون؟ مساحه ايش يا شباب؟ اتذكروا الليفلين خط الكنترول، المساحه المحصوره داخل خط الكنترول. اوكي طيب خلينا ناخذ صفحه فاضيه. عندنا تلي ولنفرض اعلى ارتفاع على التلي كان 500 او 7 متر ان شاء الله تزبط معنا. يلا استقبلوها معلش 507 متر. لو جبنا هوريزونتال بلين طبعا فرضي هايبوثيتيكال imaginary
على ارتفاع 500 متر. قلنا له قص، راح اشيل هذا الجزء العلوي وراح يصير عندي هاي الاطراف. لو طلعنا من فوق لتحت شو راح نشوف يا شباب؟ راح نشوف خط الكونتور ابو مين؟ ابو ال 500. حدود خط الكونتور ابو ال 500. هلا لو نزلنا، طبعا هذا 500، لو نزلنا 20 متر صار عندي ايش؟ 480. خط الكونتور الجديد لو كنا في هليكوبتر عمالنا نتطلع، طبعا كلياته فرض اذا مره ثاني، هذا 480. لو نزلنا كمان 20 متر 460، وهذا خط الكونتور 460. شوف شو بدي انا اسوي هلا، بدي اشيل خلينا نقول بس التراب هذا او الصخور الموجوده في المنطقه المحصورة بين خط الكونتور أبو الـ 480 والـ 500. شو أفرق عن الأخرنا؟ أفرجين داريا مثل عندك المساحة هان اللي هي المساحة المحصورة داخل إيش؟ خط أبو الـ 500، والمساحة تحت اللي هي المساحة الكلية المحصورة في داخل الخط أبو الـ 480، صح؟ فهلأ الفوليوم هذا بيساوي الاريا، الفوليوم اللي هنا بيساوي الاريا او المساحة لخط الكونتور ابو ال 500 زائد المساحة لخط الكونتور ابو ال 480 على 2 في ايش؟ كونتور انتربل. طب الفوليوم هذا V1 و V2 A لل 480 زائد A زائد A لل 460 على 2 في برضو الكونتور انترفل. طيب نعم، جهاز بلانيميتر طبعا تكون موجودة، تكون مرسومة عندك بجهاز بلانيميتر على سبيل المثال أو بأي طريقة من الطرق اللي تعلمناها، بالذات لمين؟ لريجولار فيجرز. انه ريجولار فيجرز اوكي. طيب شو رايكم في هذه يا شباب؟ قديش الحجم هذا؟ هل نيجي نقول الاريا هنا صفر زائد الاريا هاي على 2 في 7 متر؟ مش الفرق بين هنا وهنا 7 متر؟ اذا هذا الحكي انت بتعمله كأنك ساعتها بتكون افترضت المنطقة مثلثي. طب هذا وين رحنا فيه؟ شو رأيكم لو افترضناها زي البارابولا، سيرفيس شبيه في البارابولا؟ فشو بيطلع عندي الفوليوم هذا؟ فوليوم سميه في نوت، شو بيساوي؟ ثلثين بأريا ال 500 في هاي الحالة تحديدا مضروبة في ايش؟ في 7. اذا هذه بنحسبها لحالها، ثلثين مساحة خط الكونتور اللي هنا في الارتفاع بعطيك الفوليوم، تجمعه للفوليوم اللي طلع معك من هنا بيطلع عندك الفوليوم الكلي. طبعا هذا الفوليوم حسبناه بالافريج انديري ميثود. Can we calculate it using the prismoidal formula? Yes, definitely, why not? We can use the prismoidal formula for calculation. لأنه شفنا كيف برزمويدال فورمولا انطبقت على السكشنز in the horizontal direction، برضو تنطبق على السكشنز in the vertical direction. وخلينا ناخذ مثال، ليش نضلنا نحكي؟ ناخذ مثال على الحكي هذا. هذا عندي سد، سد مي دام اللي هو منشأة هندسية ضخمة تبنى
في مجرى الوادي علشان تقطع الطريق على المي، فتحجز المي وراها وتشكل بحيرة. هاي المي نستخدمها في توليد الطاقة الكهربائية وفي ري المزروعات، بالذات في الفصول اللي ما فيش فيها مطر زي الصيف في بلادنا مثلا. هذا بلان وارجيك من فوق توب فيو كيف شكل السد وخطوط الكنتور للمنطقة. طبعا هي منطقة جاي منخفضة. هذا سكشن، لو عملنا سكشن AA وطلعنا من الجنب هذا اللي بنشوفه، هذا هو شكل السد. طلع احنا شفنا كم حافة هنا، واحد اثنتين ثلاثة، هي واحد اثنتين ثلاثة، اوكي. وهذه هي المنطقة للسد، قاعدة السد ارتفاعها 800 متر، واحنا عندنا خطوط الكنتور هنا لحد 860، بس قديش منسوب المية ورا السد؟ 140. فاحنا بلزمنا هاي المنطقة عندي 840. يعني إذا بدنا نحسب، إحنا بدنا نحسب على 840، هاي 840، أوكي، هاي هي المنطقة تبعتي اللي أنا بدي أحسبها. طيب على نفس الكلام هذا، شوفوا شو في عنا المساحات اللي داخل خطوط الكنتور، قمنا بقياسها باستخدام جهاز بلانيميتر. فخط الكنتور أبو 800 مساحته 20365 متر مربع، 810 41375 متر مربع، وهنا مجرة. وحاسبين كمان 850، بس هذا مش رح ندخله في الحسابات. ليش؟ لأنه المية على أي منسوب؟ 840. فبدنا نحسب حجم المية، بدنا نحسب بطريقة الأفريجند أريا ميثود وبريزمويدال فورمولا. بدك تاخذ هاي المساحة زائد هاي على 2 في قديش؟ في 10. هاي زائد هاي على 2 في 10، هاي زائد هاي على 2 في 10، هاي زائد هاي على 2 في 10، أو بتطبق الأفريج إند أريا ميثود 1 فورمولا زي هنا اللي هو إل على 2 في إيه الأولى إيه 800 زائد إيه الأخيرة إيه 840 زائد 2 في الأريز المتوسطة، أوكي. فبيطلع لنا الجواب 4,346,225 كيوبيك متر. طلع الرقم هذا، اتذكروا اتذكروا، راح تشوف قديش هسه راح يفرق عن البريزمويدال فورمولا. البريزمويدال فورمولا ال على 3 في ايه الاولى زائد ايه الاخيره زائد 2 في ايه ايش؟ اود زائد 4 ايه ايفن. انت ما تطلع على الارقام، انت بترتبهم تعرف وين الايفن وين الاود، اوكي. 4,242,250 كيوبيك متر. طلع الرقم، طلع السابق، في عنا بحدود 100,000. مش كلال لا لا، بس احنا نتكلم عن ملايين. طب مين اللي صح؟ ما بنقدر نجزم. شوف علي، إذا كانت عندك هذه المنطقة منحنية هيك، فأنا بقول إلا صح سمسم. أما إذا كانت المنطقة هاي اللي عندك بالشكل هذا almost regular slope، فالأصح هو مين؟ ترابيزويدا، أوكي؟ لا لا لا، إحنا مش عادة، إحنا مش رح نحسب بطريقتين ودائما ناخذ أفريج، ما بزبط معنا. يعني اذا 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 في اتفاق بينك وبين صاحب العمل انك تشتغل هيك ممكن، بس حتى تتحل الاشكالات هذه دائما لازم يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل يعني والمقاول انه ايش هي الطريقه اللي بدنا نستخدمها في الحسابات عشان ما يصيرش اختلافات بالشكل هذا. طيب اذا غطينا اعمال الطرق، غطينا التلي، غطينا البحيره، ضل عندنا تحت البنايه ايش بدنا نسوي؟ لا لا، خلينا نشوف شو بنسوي تحت البناية. فوليوم فروم سبوت ليفلز. شو معنى سبوت؟ بقعة، نقطة. يعني عندي نقاط معلومات الارتفاع، وأفضل نقاط ممكن تكون معلومات الارتفاع عندي في أعمال الليفلينج هي إذا كان عندي جريد، كنت عامل جريد. فخلينا ناخذ على سبيل المثال سل من هالجريد هذه. تتذكروا الرسمة هذه بشابتر 4 في مساحة 1. نعمل جريد على الأرض، بعدين ناخذ
قراءات على الزوايا هذه بصير عندنا ارتفاعات. لنفرض خلينا ناخذ هذه نعزلها حطها تحت هنا. لنفرض هذه كانت 8 متر في 10 متر. ارتفاع النقطة هذه 505. ارتفاع النقطة هذه 503. ارتفاع النقطة هذه 501. ارتفاع النقطة هذه 502. لنفرض انه هذه المنطقة بدنا نقصها بحيث يكون الارتفاع الجديد 500. قديش بنقص من هنا؟ كم متر؟ من هنا؟ خلينا نرسمها 3 دايمنشنال. إذا من هنا بدنا نقص 5 متر. هنا بدنا نقص 3 متر. هنا متر واحد. وهنا 2 متر. إذا شكل الأرض عندي زي هيك. هذا هو شكل الأرض. هذا المنسوب اللي هو ايش؟ 500. كل هذا اللي هنا فوق شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا نشيل. انا 5 متر، 3 متر، متر، مترين. شو رايكم لو فكرنا كالتالي؟ في عندي مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة. لو جينا يا ترى قصينا المناطق المرتفعة وحطيناها في المناطق المنخفضة حتى تصير هاي المنطقة زي صندوق. صندوق قاعدته 8 متر، هاي 8 في 10، وراح يصير عندي ارتفاع جديد المناطق العالية. طلع قصناها وحطناها وين؟ في المناطق المنخفضة. صارت صندوق. شو حجم الصندوق هلا؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة اللي هي ايش؟ اذا V بتساوي 8 في 10، هذه مساحة القاعدة في الارتفاع. طب الارتفاع شو هو شباب؟ الافرج تبع الارتفاعات الاربعة على القاعدة اللي هم 5 زائد 3 زائد، حافظ على اتجاه هذا سواء 5 زائد 3 زائد 1 زائد 2 على 4. هذا بيعطينا الفوليوم في هذا السل. طيب نيجي للسل هذا الفوليوم بنفس الطريقه. خلينا نفترض هلا المره الجايه بنعالج اذا كان عندي في نفس السل في عندي ارتفاعات، يعني في عندي منطقة فوق الليفل الجديد ومنطقة تحت الليفل. هلا خلينا نفترض انه كل المنطقة فيها كذا. اوكي؟ فبدك تحسب الفوليوم فيها والفوليوم فيها والفوليوم فيها كذا وتجمع. فالفوليوم الكلي بيساوي مجموعهم، صح؟ شو بيساوي الفوليوم الكلي؟ بس نكتب المعادلة هذه وبعدين ننهي المحاضرة للمرة هذه. في عندك ربع مشترك، وفي عندك الاريا هذه مشترك، يعني على اساس انه بنحكي عن سيلز متساوي ريجولار جريد. اذا اي على 4 هذه مالها ثابته فيه كلي. هذا كم مره بتكرر؟ مره واحده بس في هاي السيل. هذا كم مره بتكرر؟ هذا مره واحده. اذا في مجموع الارتفاعات اللي بتتكرر مره واحده. شوفوا لي هذا كم مرة تكرر؟ مرتين. مرة من هان، إذا زائد 2 في مجموع الارتفاعات اللي بتتكرر مرتين، هذه 2 يعني مرتين تتكرر، زائد 3
في مجموع الارتفاعات اللي بتتكرر ثلاث مرات، لأنه ممكن يكون عندي منطقة بالشكل هذا. في هاي الحالة كم مرة بتكرر هذا؟ ثلاثة زائد أربعة في مجموع الارتفاعات اللي بتتكرر أربع مرات زي هذا على سبيل المثال. واضح؟ وهذا بيعطينا الفوليوم الكلي. يعطيكم ألف عافية.